إياك نعبد وإياك نستعين الصراط. عاوز أنا الماء، ماء هنا وماء وورق مناديل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الأطهار والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فبمشيئة الله سبحانه وتعالى وهدايته وتوفيقه نشرع في شرح المقدمات السنوسية التي هي في غاية الأهمية لطالب العلم والمعرفة، وخاصة في الدراسة الأزهرية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا العمل كما وفقنا للشروع فيه في هذه الليلة المباركة. فأولا نعرف، نذكر ترجمة الشيخ الإمام العلامة سيدي الإمام السنوسي. الإمام السنوسي اسمه محمد ابن يوسف ابن أبي يعقوب ابن يوسف. أبو يعقوب هذه كنية والده، والده اسمه يوسف ابن عمر ابن شعيب، وكنيته أبو عبد الله السنوسي التلمساني المولد، يعني ولد في تلمسان في الجزائر، وهو مالكي المذهب، وهو أشعري المعتقد، وهو حسني النسب من جهة أمه، فقد اجتمعت فيه مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات رضي الله تعالى عنه. كلمة السنوسي نسبة إلى قبيلة في بلاد المغرب تسمى قبيلة بني سنوس. الشيخ أبو عبد الله هذه هي الكنية، أو محمد هذا هو الاسم. توفي عن 63 سنة، مات وعنده 63 سنة. في أي عام توفي؟ في سنة 895 من الهجرة. إذن توفي في أي قرن؟ في القرن التاسع، فهو قبل الإيه؟ قبل الإمام اللقاني، قبل إيه؟ الجوهرة، وقبل إيه؟ شراحها، وقبل مؤلفها، لأن الإمام إبراهيم اللقاني من علماء القرن الحادي عشر، وهذا من علماء القرن التاسع. ولد في الجزائر في تلمسان، وصنف في علوم أصول الدين، والمراد بعلوم أصول الدين يعني علم الكلام وعلم العقيدة وعلم التوحيد، وسمي هذا العلم بعلم أصول الدين لأن
ما عداه فرع وهو الأصل الذي يبنى عليه. له مؤلفات كثيرة، وكان الإمام السنوسي يتميز بالتعدد والتنوع في التصانيف، يعني كان يؤلف بحسب المستويات، يعني يكتب للطلبة الناشئة ويكتب للذين لهم تجربة في العلم ويكتب للكبار، فكان يؤلف المتون القصيرة، وكان له شروح مطولة ومختصرة، فكان له أكثر من طريقة في التأليف، إما أن يؤلف للناشئة، فمثلا العقيدة المسماة بالسنوسية لها أكثر من مستوى، هناك السنوسية الكبرى وهناك الوسطى وهناك الصغرى التي تسمى بأم البراهين. فالعقيدة الصغرى لها ثلاثة أسماء: أم البراهين، وتسمى بالمقدمة، وتسمى بالصغرى، وله أيضا صغرى الصغرى، وله الحفيدة. إذن فكان له تنوعات في التأليف بحسب المستويات. نقلت عن الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه كلمة عظيمة في أهمية علم التوحيد، نقلها عنه تلميذه محمد بن عمر التلمساني. هذه الكلمة تجعل عندك حافزا وتجعل عندك دافعا لتحصيل هذا العلم، لبيان فائدته وثمرته. قال: إنه ليس ثم علم من العلوم الظاهرة يورث المعرفة بالله تعالى والخشية منه والمراقبة إلا علم التوحيد، وبه يفتح الله أي لعبده فهم سائر العلوم كلها، وعلى قدر معرفته يزداد خوفه من المولى تبارك وتعالى وقربه منه. هذه كلمة لها معنى عظيم، تكتب بأحرف النور على صفحات من الذهب. فليس هناك علم يوصلك إلى المعرفة ويوصلك إلى مقام الخشية والمراقبة ويفتح الله بسببه عليك أن تفهم في غيره من العلوم ويزداد قربك من الله بسببه إلا علم التوحيد. لماذا؟ يعني مشايخنا من كبار الصوفية قالوا: ليس لله تعالى ولي على غير عقيدة أهل السنة، يعني لا يكون لله ولي من الخوارج أو من المعتزلة أو من الفئات أو الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. إذن فسبب المعرفة يكون بواسطة علم التوحيد، فتحصل به المعرفة وتحصل به المراقبة ويحصل به الفتح إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن غيره من العلوم إنما هو وسيلة إلى تحقيق المعرفة، فتكون العلوم كلها خادمة لهذا العلم الشريف، لأنه يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعضهم: يا أيها المبتدئ
لتطلب علما، كل علم عبد يعني خادم لعلم الكلام. تطلب الفقه كي تصحح حكما، وقد أغفلت منزل الأحكام. إذن فما معنى أن تعرف حكما فقهيا وأنت لا تعرف قدر الحاكم أو قدر المشرع وما يجب له وما يستحيل وما يجوز؟ من مؤلفات الإمام السنوسي العقيدة الكبرى، ونشرحها في الجامع الأزهر الشريف في يوم الأحد ويوم الأربعاء، والعقيدة الوسطى وإن شاء الله نشرحها قريبا الوسطى إن شاء الله، والصغرى وقد تم شرحها، وصغرى الصغرى وأيضا تم شرح صغرى الصغرى، والمقدمات التي معنا الآن وله في المنطق وله في القراءات وفي الفقه وفي الفرائض وفي التصوف وفي السيرة النبوية. فالعلماء كانوا لا يعرفون شيئا اسمه التخصص، كان العالم موسوعيا. الأزهري كان عبارة عن جامعة متحركة فيها كل التخصصات حتى التخصصات الحديثة. فالعلوم تنقسم إلى مقاصد ووسائل، في علوم وسائل وفي علوم مقاصد. العلوم المقاصد زي علم الفقه وأصول الفقه وعلم الكلام وعلم التصوف والأخلاق، كل هذه العلوم تسمى علوم المقاصد. أما علوم الوسائل مثل علم المنطق ومثل علم الحساب، هذا كله وسائل. فمن العلوم ما هو وسائل ومنها ما هو مقاصد. علم النحو مثلا من المقاصد ولا الوسائل؟ من الوسائل. واضح؟ كان الإمام السنوسي، وهذا هو السبب الذي جعل الحق سبحانه وتعالى يعني الناس يقبلون، هذا هو السر، يقبلون على كتب الإمام السنوسي في العصور المختلفة ويعكفون على قراءتها وشرحها وإخراجها للناس. لماذا؟ لأن الإمام السنوسي لم يطلب العلم من أجل الدنيا، ولا كان حريصا على منصب ولا وظيفة، كان يطلب العلم لله سبحانه وتعالى ويعلمه لله تعالى. كان يجمع بين العلم والولاية، كان من أكابر الأولياء العارفين بالله. العقيدة الوسطى التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى قراءتها وإلى شرحها. ماذا الصوت؟ العقيدة الوسطى ذكر فيها شروط الولاية، يعني شروط الالتحاق، ليس شروط الالتحاق بالقبول بالأزهر الشريف، وإنما شروط الالتحاق بالولاية بالأولياء الكبار. وماذا صوت؟ كأني سمعت صوت الغريب. الغريب أن هذا الصوت أسمعه وأنا أتكلم، فإذا سكت يسكت. ما هذا الصوت؟ أناشيد أو مدائح؟ قمر وجني. أسمع هذا في فيه ربما شوف هو هذا
هذا هو. سبحان الله قريب جدا. وهذا اشتبه. أنا ظننت أنه من الجن. كان رضي الله عنه من الأولياء الكبار. ذكر شروط الولاية، وشروط الولاية أربعة. يعني إذا كنت تريد أن وسؤالنا هل الولاية لها شروط؟ نعم، لأن الولاية ليست نبوة، النبوة ليست مكتسبة، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. أما الولاية في البداية لها شروط، لا تدخل في سلك الأولياء إلا بهذه الشروط، ثم بعد ذلك تفيض عليك الأنوار والتجليات ويختارك الله ويقربك. هذه هي الولاية الخاصة، وهذه إيه؟ منحة أيضا، ليست كسبية وإنما هي وهبية، لكن لا تصل إلى الوهبية إلا إيه؟ من طريق الكسبية. أول شرط أن يكون عارفا بأصول الدين، مش أن يكون عالما في الفقه والميراث، لا، أصول الدين ده الشرط الأول ده، حتى يفرق بين الخلق والخالق، يعني يعرف ما يجب للخالق وأنه ليس كمثل شيء، ويفرق بين الإله والإنسان، أو يفرق بين الخالق والمخلوق، وبين النبي والمدعي. الشرط الثاني أن يكون عالما بأحكام، جاء الفقه الآن، أن يكون عالما بأحكام الشريعة نقلا وفهما، يعني ينقل عن الأئمة. ولذلك ينبغي على دارس العلم الشرعي أن يكون على أحد المذاهب الفقهية المعتمدة، لا بد، وليس هذا أمر اختياري، الاختيار أن تكون إما حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا من الحنابلة المتقدمين، وليس من الشرذمة التي تجسم أو تشبه. فقد تبرأ منهم الإمام ابن الجوزي، واقرأ له كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وابن الجوزي من الحنابلة، وقد فضح هؤلاء ورد عليه وقال إنهم شانوا، أي عابوا، مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. ولذلك الشيخ إبراهيم اللقاني في الجوهرة قال إيه؟ وواجب تقليد حبر منهم، ومالك إيه؟ ومالك وسائر الأئمة، كذا أبو القاسم هداة الأمة، وواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. فواجب أن تكون على أحد المذاهب الفقهية الأربعة، ولا يجوز الخروج عنها إلى مذهب آخر حتى ولو كان مذهب واحد من الصحابة، لا يجوز الخروج على غير الأربعة. ثم بعد ذلك لا بد أن تكون في جانب التزكية، يعني لك إمام في التزكية، وهذا ما يسمونه التزكية التي اصطلح الآن على تسميتها بالجانب الصوفي، التصوف الشرعي الذي له مستند في الكتاب والسنة. الأمر الأول قبل هذين الأمرين هو التمذهب في العقيدة، أن نكون على مذهب أهل السنة
والجماعة، وهو متمثل في الأشاعرة والماتريدية فقط. خلاص، الأشاعرة والماتريدية. أما سلفية العصر فليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا مجاملة في الإيه، يوافقون في الأصول ولكن يخالفون في باب الصفات، فهم لا يقولون فيها بما يقول أهل السنة. أهل السنة يقولون بقولين لا ثالث لهما، عبر عن ذلك الإمام اللقاني بقوله: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فمذهب السلف هو التنزيه، والتنزيه يتحقق بطريقتين: التفويض والتأويل. أما أخذ النصوص على ظاهرها فهذا يؤدي إلى التشبيه والتجسيم. الشرط الثالث أن يكون متخلقا، هذا هو التصوف. يبقى شروط الولي أربعة: العلم بأصول الدين، العلم أو المذهب أن يكون تابعا لأحد المذاهب الفقهية. الشرط الثالث أن يكون متخلقا بالأخلاق المحمودة. وطريق السادة الصوفية مأخوذ من الإيه؟ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الشرط الرابع أن يلازمه الخوف أبدا سرمدا، ولا يجد لطمأنينة النفس سبيلا، فإنه لا يحيط علما بأنه من فريق السعادة في الأزل أو من فريق الشقاوة. له رضي الله تعالى عنه دعاء عند موته لما حضرته الوفاة، دعا الله تعالى ونحن جميعا ندعو بهذه الدعوة: اللهم اجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها. ولذلك لازم في العقيدة العلم، يعني هل قال الله تعالى فاعتقد أنه لا إله إلا الله؟ ماذا قال؟ فاعلم، فاعلم، يعني العقيدة مبنية على علم وبرهان وليس على مجرد الاعتقاد، لأن الاعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. أما العلم لا بد فيه من الصحة، العلم لا يمكن يكون فيه فساد، الفساد حيكون في الجهل وليس فين؟ في العلم. والاعتقاد الصحيح هو العلم الجازم المطابق للواقع عن دليل. هذا هو الذي أمرنا الله تعالى به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل قال اعتقد؟ ماذا قال؟ فاعلم، لأن المقلد عنده اعتقاد ولكن ليس عنده ليس عنده علم. عرفنا وفاة الشيخ كانت يوم الأحد بعد صلاة العصر 18 من جماد الآخرة من عام 95 بعد 800 رضي الله تعالى وأرضاه. الإمام السنوسي له شرح، شرح المقدمات، ولكن شرح الشيخ إبراهيم السرقسطي شرح مبسط ويناسب مستوى المبتدئين وفيه فوائد كثيرة. وهو في الأصل شرح الشيخ السرقسطي عبارة عن اختصار لشرح الإمام السنوسي، هو اختصر شرح مين؟ الإمام السنوسي، وأضاف عليه زيادات مهمة. واضح؟ نريد الآن القارئ. الشيخ موجود؟ الشيخ محمد ولا مش موجود؟ الشيخ محمد تعالى يا تقرأ.
صفحة 27. شرح العلامة السرقسطي الأندلسي على المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارع بما يرضى تعالى وبعلوم شيخنا في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الواجب وجوده، الممتنع نظيره. الحمد لله الواجب وجوده، يعني وجود المولى تبارك وتعالى واجب، لأن الوجود إما أن يكون واجب وإما أن يكون جائز. فالوجود له إيه؟ قسمان، واجب وجائز. الواجب لا يتصور في العقل عدمه، هذا هو الواجب. أما الجائز يجوز فيه الأمران، الوجود والعدم. فوجود الله تعالى وحده هو إيه؟ الواجب، وغيره جائز. واضح؟ سنشرح شرحا سريعا مبسطا حتى لا يحدث الملل، لأن الملل إذا حدث بيكون في أول سطر. الحمد لله الواجب وجوده، الممتنع نظيره. عرفنا معنى كلمة الواجب، يعني وجود الله تعالى واجب، يعني لا يتصور عدمه. أما الجائز يعني وجود العالم جائز، يجوز أن يكون موجود ويجوز أن يكون غير موجود. فوجود الله وحده فقط، يعني الله تعالى لا يجوز أن يكون غير موجود، لأنه لو كان غير موجود فلا يوجد أي شيء. أما العالم يوجد أو لا يوجد سيان، يعني الأمر سواء. فقال عن وجود الله واجب، أما وجودي أنا، وجودك أنت، وجود العالم كله جائز. فهمت؟ أي كلمة غير مفهومة لا تجعلني أتخطاها إلى غيرها، وأنا لا أعلم إذا كانت مفهومة عندك أو لا، لم أطلع على الغيب. ولو اطلعت على الغيب لعلمت أنها غير مفهومة عند الجميع. الممتنع نظيره، في الحاشية تحت الهامش وضحنا الكلمات اللي هي تحتاج إلى توضيح. يعني إيه معنى كلمة ممتنع؟ يعني مستحيل، ممنوع. إيه معنى نظيره؟ من يقول نظير معنى إيه؟ في نظير وفي شبيه وفيه مثيل. فالنظير هو الذي يشابهك في أغلب الوجوه، والشبيه هو الذي يشابهك في بعضها أو في واحد منها. يعني واحد طويل وأنت طويل، لكن هو مصري وأنت هندي، هو مثلا في الكيمياء وأنت في الفقه، يعني ليس مشابه لك إلا في وجه واحد، هو طويل وأنت طويل، هو مسلم وأنت غير مسلم، هذا يسمى شبيه. أما إذا كان في أكثر من وجه اسمه نظير، إذا كان يشابهك في الكل اسمه مثيل. مفهوم كده؟ فالله تعالى لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له. واضح؟ والممكن سواه وغيره. والممكن سواه وغيره، يعني هو وحده تعالى واجب وغيره ممكن، ممكن يعني جائز. القديم الذي لا بداية له. هو تعالى القديم، ومعنى قديم يعني لا بداية له. الله تعالى موجود، لكن متى بدأ وجوده؟
فماذا ترد؟ نقول لا، وجوده ليس له بداية، يعني ليس له أول، وكل شيء سواه وجوده له أول، فهو تعالى الأول بلا أولية، والآخر بلا آخرية. واضح؟ الباقي الذي لا نهاية له، يعني هو تعالى باقي، ولكن بقاؤه ليس له نهاية، يعني باقي باستمرار. الحي العليم، يعني يثني على الله تعالى فيذكر إيه؟ الصفات السلبية أولا، ثم يذكر الصفات اللي فيها معاني. فبعد أن قال الواجب القديم الباقي وهذه كلها إيه؟ سلوب، جاء بإيه؟ يعني جمع بين الصفات السلبية وبين صفات المعاني اللي هي الصفات الكمالية. فإذا أردت أن تثني على الله تعالى فاجمع بينهما، بين إيه؟ الصفات السلبية وبين صفات المعاني، وتقدم السلبية لنفي النقائص على إثبات الكمالات، لأن أهل التصوف قالوا التخلية مقدمة على إيه؟ على التحلية، فتنفي عنه النقائص ثم تثبت له الكمالات. يبقى الأول ما إذا أردنا الثناء على الله ماذا نفعل؟ نقدم النفي على الإثبات. ولذلك في كلمات احنا بنسبح ونذكر الله بها معروفة، ليه؟ سبحان الله، الحمد لله، مش كده؟ بعدين نقول ايه؟ لا إله إلا الله، الله أكبر. هكذا الترتيب، الأول ايه؟ سبحان الله، بعدين ينفع أقول الحمد لله وبعدين أقول سبحان الله؟ لا، التسبيح ليه؟ الأول، وبعده التحميد، وبعد كده التهليل، وبعد كده التكبير. لماذا سبحان الله؟ لأن سبحان يعني نفي، تسبيح سبحان يعني نفي النقائص، التسبيح معناه التنزيه، أنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب، ثم آتي بالكمالات اللي هي المحامد، فأقول الحمد لله يعني أثبت له المحامد أي الكمالات. يبقى التسبيح نفي والحمد إثبات، ثم أجمع بين النفي والإثبات لا إله إلا الله، فجمعت بينهما، ثم يأتي الله أكبر فيكون معناه أنني نفيت عن الله بقدر فهمي وبقدر عقلي، وأثبتت له كذلك بقدر فهمي وبقدر عقلي، ولكن الحقيقة أن الله تعالى أكبر مما أتصوره ومما أفهمه، فهو أكبر مما أثبتناه ومما نفيناه. وذلك نقول الله أكبر. أكبر من إيه؟ من الذي توهمت أنك أثبتته، فهو ثابت قبل أن توجد، والذي نفيته منفي قبل أن توجد، فلأجل هذا نقول إيه؟ الله أكبر. يبقى جمع إيه؟ بتسمى هذه إيه؟ الصفات الجامعة، الحي العليم القادر المتكلم الفرد. يلا اقرأ. الحي العليم القادر المتكلم الفرد السميع البصير المنير الشاهي. الفرد يعني الواحد، السميع ليه؟ البصير. المريد، المريد يعني هو جاب صفات المعاني، الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة،
وبعدين قال الشائي في البعض وحد بينهما فقال الإرادة والمشيئة واحد، يعني أراد وشاء معناها إيه؟ واحد. والبعض فرق، فروق ترجع إلى اللغة، قالوا الشائي اسم فاعل من شاء، شاء يشاء فهو شائي، والإرادة والمشيئة بمعنى واحد عند أكثر المتكلمين. لكن في اللغة في اختلاف، فالمشيئة في اللغة الإيجاد، والإرادة طلب الشيء. يعني أنا أريد الماء، فما معنى أريد الماء؟ يعني أطلب، أريد ماء يعني أطلب. أما المشيئة معناها الإيه؟ الإيجاد. أقول لك إيه؟ شئت أن أفعل يعني فعلت. فهمت كده الفرق في اللغة؟ والبعض فرق بينهم، هذه اصطلاحات كلامية إذا أردت أن مكتوبة عندك في، لكن لا تفيدك شيئا. المتصف بهذه الصفات القديمة التي لا هي هو ولا هي غيره. يعني أهل السنة يقولون أن صفات المولى سبحانه وتعالى ليست هي هو، لأنه لو كانت هي هو لكان الله تعالى صفة، وليست غيره لأنها ليست منفصلة عنه. خلاص كده؟ يعني ليست الصفات هي الذات، وليست هي غير الذات، لأنها لا تقوم إلا بالذات وليست منفصلة. ولا يتصور وجود العلم أو الحياة أو القدرة بدون الإيه؟ الذات. فهي والذات شيء واحد في إيه؟ في الوجود. أما في التعقل ما يفهم من الذات غير ما يفهم من الصفات، فهما شيئان باعتبار الفهم، أما باعتبار الوجود شيء واحد. كما ينبغي لكمال، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المرسل رحمة للعالمين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وبعد، فيقول العبد الكبير المضطر لرحمة ربه القدير أبو إسحاق إبراهيم الأندلسي ثم السرقسطي ابن أبي الحسن علي عرف بالغناني عصمه الله وقال وجعل الجنة منزله ومأواه مع جملة أولاده ووالديه وإخوانه والمسلمين بمنه وكرمه. آمين. ومعانا المسلمين. لما قصرت الهمم ونفرت في هذا الزمن مما فيه تقويل، يعني الهمم تنفر عن المطولات، يعني زي السنوسية الكبرى والمواقف للإيجي وطوالع الأنوار للبيضاوي والمقاصد كله. لو قلنا حنشرح كتاب المقاصد ينفر الناس، لأنه فيحتاجون إلى المختصرات، لأننا في عصر السرعة، عصر الأنترنت، فنحتاج إلى المختصرات. وهذا ما قاله الشيخ اللقاني، قال لكن من التطويل كلت الايه؟ الهم، فصار فيه الاختصار ملتزم. فالأولى أن تدرس المختصرات النافعة لا المطولات. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تكملها، وفي نفس الوقت قلة المنتفعين بها. فالأولى أن تأتي بمختصر يحقق الفائدة. لما قصرت الهمم ونفرت في هذا الزمان مما فيه تطويل، سألني بعض الإخوان أن أختصر له شرح المقدمة المسمى بالمقدمات لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام ومصباح الأنام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني نفعنا الله به آمين. لما رآني أهلا لذلك وإن كنت لست هنالك بذلك وجمعت ما يحصل لي حل الفاظ العقيده. يعني المهم بالنسبه للطلبه حل الالفاظ وفهم المصطلحات، اما الزيادات والاستطرادات هذه تجعل الطالب ينفر من مواصله العلم، وليس عندنا صبر كما كان عند الاولين.
العلماء الأوائل كان ليس عندهم تلفزيون ولا نت ولا فيسبوك ولا يعني متفرغون للعلم. أما الآن المشاغل كثيرة وازدحام المواصلات وتعطيل الوقت يقضى معظمه في المواصلات صعبة جدا، والأوقات أصبحت قصيرة، الواجبات أكثر من الأوقات. فليس من الحكمة أن تأتي مثلا للناس حتى تفسر لهم كتاب الله أن تأتي بتفسير القرطبي 20 مجلد أو أكثر، أو تأتي بتفسير ابن عاشور، أو تأتي بالتفاسير الطويلة الكبيرة. هات المختصرات التي فيها الفوائد، لأنك لا تستطيع الإكمال. تفضل. وربما أزيد على ذلك زيادة مفيدة تتعلق بالمقام. أو قال إيه؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ هو قال أختصر، يعني هذا الذي نقوله اختصار لمين؟ لشرح السنوسي نفسه، فيه حل الألفاظ الصعبة وفيه زيادات مفيدة تحصل بها الفائدة. اسمه إيه الكتاب؟ فجاء بحمد الله على وفق المراد، واستخرت الله أن يكون من جامع كلامي ليسهل عليه وعلى المبتدئين أمثالي، وأسأل الله الكريم أن يجعله خالصا لوجهه العظيم إنه غفور رحيم. وسميته بالمواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية. يعني انتبه إلى أنه لازم تقصد بالعلم وجه الله تعالى. إن جاءك شيء من الدنيا أو يعني خير بسببه لا بأس، لكن ليس هو القصد. القصد يكون إيه؟ أن تقصد وجه الله تعالى حتى ينفعك الله تعالى بالعلم. ولذلك قال الإمام الغزالي كلمة مهمة، قال إيه؟ طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فاطلب العلم لله وتأتيك الخيرات كلها في الدنيا والآخرة. فاجعل القصد هو إيه؟ الإخلاص وابتغاء وجه الله. قال وحيد زمان، وأسأله سبحانه أن يرحمها ويرحم أولادنا ووالدينا وإخواننا ومشايخنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه. قال وحيد زمان تغمده الله بغفرانه، وألف مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالكتاب العزيز، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر من باب لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبدأ أو أقدم أو أخطأ، أي ناقص وقليل البركة. يعني أي أمر من الأمور الشرعية أو من الأمور المهمة ينبغي أن نذكر اسم الله تعالى عند الشروع فيه، فإذا لم تفعل فهو إيه؟ أبتر أو أجذم أو أقطع. هذه روايات مختلفة، يعني في رواية كذا ورواية كذا ورواية كذا، يعني هذه ليست رواية واحدة وإنما هي إيه؟ روايات. فالأبتر مقطوع الذنب، والأجذم من ذهبت أنامله بسبب الجذام، والأقطع مقطوع اليد. وهناك وجه شبه في الكل وهو مطلق النقص. فهمت كده؟ يعني يريد أن يقول لك أي أمر يبدأ فيه أو لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص. ما معنى ناقص؟ يعني ليس فيه بركة، وإن كان في الظاهر تام، يعني في الظاهر قد نرى أنه تام ولا نقص فيه. طب إذن فأين النقص؟ النقص ده نقص معنوي وليس نقص حسي، بمعنى أنه إيه؟ لا بركة فيه، ما فيهوش بركة، ما فيهوش انتفاع. زي مثلا تجد منزل عظيم وبناء مشيد ولكن غير مسكون، لا ينتفع به، انفقت فيه الأموال وهو مهجور.
أما إذا بدأت ببسم الله فتكون الإيه؟ البركة، ويكون النفع ويكون الخير. فهمت؟ يلا. فإن قلت كثير من الأمور يبتدأ فيه بالبسملة والحمدلة ولا يتم، وكثير بالعكس، فما المراد بالحديث؟ يعني في بعض الناس يجي مثلا أنت تقول، هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي بال، يعني ذي بال يعني من الأمور المهمة، يعني تشغل بال الإنسان لها، يعني في أمور يعني لا ينشغل بها البال، زي إيه؟ سفاسف الأمور، لبس النعل، المشي. إنما في أمور مهمة زي الكتابة في العلم والتأليف، اجتماع مهم مع قيادات الدولة أو المسؤولين. ففي هذه الحالة إذا لم نبدأ في أول الاجتماع أو في أول التأليف أو في أول الدرس ببسم الله، فهذا الأمر يكون إيه؟ ناقص، مفهوش بركة، ليس فيه ثمرة. ففي هنا سؤال، كثير من الأمور نبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على رضي الله عن أصحابه، أعمل كده، أمسك ورقة الإجابة في الامتحان وأقول بسم الله راح 10 مرات، والحمد لله، وصلى الله، والصحابة والتابعين، وبعد كده لا أكتب. فهذه أمور إيه؟ نبدأ فيها بسم الله ولا تتم. وفي العكس نرى كثير من الناس لا يبدأون بسم الله، ومع ذلك يطلع الأول ويكتب كتابة صحيحة. يبقى إيه المعنى؟ فما المراد بالحديث؟ فالجواب أن المراد منه أنه لا يكون معتبرا شرعا، يعني هذا الأمر مش معتبر في الشريعة، وليس المراد به أن يتم في الظاهر أو لا يتم. خلاص كده؟ يبقى المراد به أن الشرع لا يهتم به، يعني مثلا ليس فيه خير، ليس فيه فائدة، ليس فيه بركة. هذا هو المعنى. حتى ترد مثلا على العلمانيين أو على المكذبين للنصوص الدنيا، يقول لك شوف الإسلام يقولون المسلمين كل أمر ذي بال، فهو أبتر أقطع أيضا، ونرى كل الأمور تتم والحمد لله وليس هناك نقص. قل له هذا باعتبار المآل، باعتبار الفائدة، باعتبار القيمة عند الله. فإن قلت هل قال بالله بدل بسم الله؟ يعني إذا كان بسم الله إذا كانت للاستعانة، فلماذا لم يستعن بالله؟ مش كده؟ أستعين بك يا رب، هل أنت تستعين به ولا باسمه؟ استعانة بالله، فهنا دخلت الباء على اسم ولم تدخل على الله. لماذا لم يقل بالله بدل إيه؟ بسم الله. فالجواب إنما لم يقل ذلك تحرزا من أيمان القسم، لأنه لو بدأ الشرح وقال بالله يبقى معناها بيقسم، وهذا قسم، لأن القسم بالواو أو الباء أو التاء. فلأجل هذا حتى يحترز من القسم لم تدخل الباء على إيه؟ على لفظ الجلالة، وإنما دخلت على إيه؟ اسم. وكما يستعان بالذات يستعان باسمه، لأن بركة الاسم وأنوار الاسم وإمدادات الاسم عظيمة جدا. وبعدين على قول أنه لا فرق بين الاسم والمسمى، فإذا استعنت باسمه فقد استعنت به، واضح؟ ولهذا قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فتسبيح الاسم تسبيح للذات على قول. وهناك من فرق بين الاسم والمسمى. مش عاوزين نستطرد كثيرا حتى لا يحدث الملل.
فإن حدث ها هنمشي مع الحديث إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. فإن قلت لماذا كسرت الباء وقاعدة الحروف المفردة البناء على الفتح. الباء فين؟ بسم الله. بسم الله كسرت. والحروف المفردة القاعدة البناء على الفتح. فتقول ايه؟ ها؟ مثلا في الهمزة المفردة تقول ايه؟ أقام أقام محمد. ما تقولش إقامة أقام، أنت بتستفهم. فالحرف المفرد القاعدة بتاعته إنه يبنى على الايه؟ على الفتح. والباء حرف مفرد. فلماذا مثلا عندك لام اسمها لام الابتداء؟ إذا جاءك المنافقون ها قالوا نشهد إنك والله يعلم إنك لا رسوله، مش لي. فالقاعدة في الحروف المفردة أن تبنى على الايه؟ والباء حرف مفرد. أمال لما هي مفردة في الكتابة تتصل بالسين مش كده؟ لا، هذا الاتصال في الكتابة، إنما هي الباء حرف مفرد واسم كلمة واحدة. فالقاعدة في الحروف المفردة أن تبنى على الفتح. فلماذا كسرت؟ لم نقل باء بسم الله، وإنما قلنا بي. لماذا؟ فالجواب لتناسب حركة بنائها عملها. ما هو العمل؟ الجر. وما هو المناسب للجر؟ الكسرة، لأنها هتعمل فيما بعدها الجر. وإذا كانت تعمل الجر والمجرور مفتوح ولا مكسور لتناسب حركة البناء حركة العمل. فإن قلت لما لا تكتب الألف بعد الباء على ما هو قاعدة الخط، يعني في الخط كده باء ألف سين بسم هي اسم، لو شلنا الباء هتبقى اسم في ألف همزة الوصل. فلماذا لم تكتب الألف؟ مع أنه لو فتحت المصحف مثلا في سورة اقرأ باسمي تجد الألف موجودة، الألف موجودة، اقرأ باسم ربك. فلماذا لم تحذف في سورة اقرأ باسم ربك وحذفت في بسم الله الرحمن الرحيم؟ فالجواب لكثرة الاستعمال العارض بحسب اللفظ والخط، وهو باعث على التخفيف من أي وجه. إيه معنى الكلام ده؟ لأنه اقرأ باسم ربك ما فيش في القرآن غير هي مرة مثلا باسم الله، إنما بسم الله الرحمن الرحيم كثيرة جدا تستعمل كثيرا. والشيء إذا كنا نستعمله بكثرة فهذا باعث على التخفيف. يعني إيه معنى الكلام ده؟ حذفت الألف تخفيفا. طب لماذا خففنا هنا ولم نخفف في اقرأ باسمي؟ لكثرة الاستعمال، يعني بسم الله كثيرا في الكتابة والنطق والقراءة والصلاة والقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. إنما اقرأ باسم ربك ده يمكن مرة في الأسبوع أو في الشهر. مفهوم؟ لا. يلا. والاسم مشتق من السمو وهو العلو. هو دخل في مباحث لغوية. الاسم ده مشتق، يعني يريد أن يقول لك معنى كلمة اسم. اسم ده من السمو وهو العلو. يعني اختلفوا في مدارس في النحو، في النحو في مذاهب، زي ما في الفقه في حنفية في كم مذهب في الفقه معتمد؟ أربعة. في النحو في ايه؟ مذهبين، مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. فاختلفوا جماعة الكوفيين أو البصريين قالوا الاسم من السمو يعني العلو،
والتنين اللي هم البصريين قالوا من الوسم يعني العلامة. وطب هو أيهما أصح، الكوفيين ولا البصريين؟ قال لك كله صح، ما فيش خطأ، لأنه ما فيش تعارض. يعني الاسم هو إيه؟ يسمو يعني يعلو، يعني يظهر به صاحبه يعرف، وهو علامة يتميز، هو يعني المعنى يعني مرادان. فلا نقول أيهما صحيح وأيهما خطأ، لأنه ما فيش تعارض، ليس هناك تضاد. واضح؟ يعني خذ بمذهب الكوفيين، خذ بمذهب البصريين، خذ بهما معا لا مانع، لكن حيترتب ها ماذا ترتب على الخلاف بين المذهبين؟ ايه شيخ محمد، ايه الفرق؟ يعني لو قلنا الاسم من الوسم مش كده، هيبقى الهمزه الوصل دي اصلها واو، تبقى وسم خلاص كده. اذا كان طب اذا كانت من السمو، هيبقى الميم الاخيره دي بعدها واو محذوفه، عوض عنها بهمزه الوصل. شفت كده؟ يعني هيبقى الواو اذا كانت من الوسم هتبقى في اول الكلمه، واذا كانت من السمو هتبقى في اخر الكلمه. طيب هنا عوض عنها الواو مش كده؟ عوض عن الواو الهمزه. طب والواو اللي اتحذفت من الاخر عوض عنها الهمزه في اول الكلمه، يعني في تقديم وفي تاخير، يعني في حرف ساقط. هل من اول الكلمه؟ اذا كانت ايه من الوسم تبقى من اول الكلمه، واذا كانت سمو يبقى من اخر الايه الكلمه. ما فيش مشاكل. يلا. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والكمالات. يعني لفظ الجلاله علم، يعني لا يسمى به الا الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والكمالات. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما هل تعلم له سميا. فهذا الاسم لا يتسمى به إلا الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والكمالات. والرحمن المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها. يعني الرحمن والرحيم صفتان. هل الرحمن والرحيم المعنى واحد؟ قال لك الاشتقاق واحد، الاشتقاق ايه واحد، لكن الرحمن يعني هو المنعم بالنعم الايه الجلائل، النعم العظيمة الكبيرة، والرحيم هو المنعم بدقائقها. طب لماذا كرر مع انه ده منعم وده منعم؟ قال حتى لا يتوهم انه الله تعالى ينعم علينا بالنعم الكبيره، والنعم الصغيره دي ليست منه. فهو تعالى المنعم بالنعم كلها، الاصول والفروع. المراد بالنعم الكبيره اللي هي الاصول، اصول النعم، يعني النعم فيها أصول وفيها فروع. فإذا كان المراد الأصول فهو تعالى الرحمن، وإذا كان الفروع يعني الدقائق ما يتفرع فهو تعالى الرحيم. يبقى الرحمن يعني المنعم بالنعم الجليلة العظيمة الكبيرة، والرحيم المنعم بالنعم الدقيقة. إيه المثال؟ يعني مثلا الإيمان ده من الأصول، زيادة الإيمان، يعني إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة الإيمان فهو لكونه رحمن، أما إذا أعطاك زيادة في الإيمان فهو رحيم. طب نعمة الإيه السمع، هذه من النعم الجليلة من الأصول. طب حدة السمع، سمعك
دقيق وحاد. هذا ايه؟ رحيم. طب والبصر من النعم الاصول. طب والبصر 6/6 زيادة البصر، هذا من النعم الدقيقة. فكل نعمة فيها اصول وفيها ايه؟ طب لو احنا اردنا يعني الله تعالى قال لنا ايه في القرآن؟ قال وان تعدوا، المفروض يكون العد في الجمع مش في المفرد، يعني وان تعدوا نعمة، والنعمة مفرد، نعمة تاء مش نعم. فكيف تعد الواحدة؟ قال لك الواحدة نفسها أصل وفيها فروع كثيرة جدا، لا نستطيع العد الفروع اللي في نعمة واحدة، فكيف بنعمتين وثلاثة وأربعة؟ يعني سيدنا الشيخ عبد العزيز الدباغ ده صاحب كتاب الإبريز، هذا جلس وسأله تلميذه الشيخ أحمد بن المبارك السجلماسي، قال له البصر، نعمة البصر أفضل ولا نعمة السمع؟ فقال له أنت ما رأيك؟ إيش رأيك أنت؟ ماذا تقول؟ قال أرى إنه نعمة البصر أفضل. يعني الإنسان لو خير بين البصر وبين السمع يقول لا أنا أريد أن البصر حتى أتطلع إلى المحرمات وال، يعني يختار البصر إن الإنسان إيه فهمه. إنما نعمة الإيه؟ السمع، لأنه في القرآن الكريم قدم السمع على الإيه؟ البصر. فالشيخ ابن المبارك قال له ذكر أهل العلم في البصر 100 فائدة، 100، وأخذ يعدد كذا وكذا وكذا. وبعد أن انتهى قال له إن في السمع نعمة واحدة أفضل من 100. قال ما هذه الفائدة التي في السمع أفضل من الكل؟ قال افترض أن الرسول أو الرسل، أي رسول، جاء إلى قومه ليبلغهم الرسالة أو الدين، والبشر لا سمع لهم، فكيف يتم الإيمان وكيف يحاسب الناس وكيف تكون التكاليف وكيف نشرح السنوسية وكيف نفعل معهم؟ يبقى لولا السمع ما كان هناك علم ولا إيمان ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا تكليف، لأنه دي المسائل، مسائل التوحيد ومسائل العلم كلها من باب الإيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. أول حاجة لو كان البصر أفضل قال لجعل لكم الإيه؟ الأبصار. يبقى إذن نعمة السمع أفضل وأعظم، لأنه الوحي والغيبيات. ما فائدة الرسالة إذا جاءت الرسل والناس لا يسمعون؟ هل يخاطبون الحائط؟ ماذا؟ كيف يتم الدين؟ كيف تتم الرسالة؟ فالأصل هو إيه؟ السمع. يبقى الرحمن يعني معناه إيه؟ المنعم بجلائل، يعني بأصول النعم. الرحيم يعني المنعم بإيه؟ بدقائقها. وقدم الله عليهما بأنهم اسم ذات وهما اسم صفة. يعني في أسماء للذات وفي أسماء صفات. أسماء الذات قالوا الله بس فقط، وبعضهم قال الله الحق، الحق ده يعني الحقيقة. أما الرحمن والرحيم والقدوس والسميع والبصير والعليم، كل هذه الصفات. فإذا يعني حنقول كده باسم الرحمن الله ولا باسم الله الرحمن؟ لماذا قدم الله؟ لأنه هو الذات، هو اسم ذات، والذات تقدم على إيه؟ الصفة. فنقول مثلا محمد عالم، ولا نقول عالم محمد، الذات الأول. والذات مقدمة في التعقل على الصفات.
وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله. يعني هو بيقول لك خلاص انت قدمت لفظ الله على الرحمن لأنه اسم ايه؟ اسم الذات. طيب قول كده بسم الله الرحيم الرحمن. لا ليه؟ لأنه خاص اللي هو ايه؟ الرحمن مش الرحيم، والخاص مقدم على العام اللي هو ايه؟ الرحيم، لأنه خاص إذ لا يقال لغيره اللي هو الرحمن، يعني هذا الرحمن ده خاص بالله، فلا يقال لغير الله رحمن. تقول مثلا الشيخ اسمك أنت خيري رجل رحيم فيه رحمة، لكن لا تقول خيري رحمن، مش هينفع. تقول إيه؟ رحيم، ما تقولش إيه رحمن. وذلك الله تعالى سمى النبي رحيم ولم يسميه رحمن، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحمن ولا رحيم. يبقى الرحمن ده خاص بالله، أما الرحيم يطلق على إيه؟ على غيره. ولذلك قدم الرحمن لأنه خاص، على الرحيم لأنه عام، والخاص مقدم على العام. مفهوم يا شيخ خيري؟ يلا شو؟ إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم، والخاص مقدم على العام، والجملة تحتمل الخبرية والله أعلم. إيه معنى والجملة؟ المراد بالجملة عن جملة البسملة، لأن البسملة جملة ولا مفرد؟ طيب هل هي خبرية ولا إنشائية؟ تحتملهما، يعني يمكن تجعلها البسملة خبرية فيكون المعنى إيه؟ اسم الله نبدأ أو مبدوء به، خبر أقول لك اسم الله مبدوء به، أو نبتدئ في أعمالنا وأقوالنا باسمه، فيحتمل أن يكون إيه؟ خبرية أو إيه؟ يعني على الخبرية يبقى التقدير اسم الله مبدوء به، وعلى الإنشائية أبتدئ ببسم الله. واضح؟ الله. ولما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده، والنعم الواصلة من الله تعالى إليهم، وأعظمها الهداية لتوحيده والإقرار بربوبيته والتصديق بملائكته وكتبه ورسله على يده صلى الله عليه وسلم، فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد. يعني بعد الثناء على الله نثني على رسول الله، لأنه هو الواسطة، هو الذي بواسطته كانت التبليغ وكانت الهداية، والله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن الحب، من الوفاء، من الثناء، من البر له، من حبه صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه صلى الله على سيدنا محمد. والصلاة من الله رحمة، لكن لا نقول إنها رحمة فقط، لأن هو صلى الله عليه وسلم هو منبع الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. وذلك قال رحمة مقرونة بالتعظيم، يعني بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه وتشريفه، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهما يعني ومن غير الله والملائكة تضرع ودعاء. صلى الله على سيدنا السيد. والسيد من له السؤدد والكمال المطلق. السيد من له السؤدد يعني الشرف، وفيه الكمالات، هذا هو السيد. ولذلك نقول مثلا للأمة من سيد هذه الأمة، يعني من بلغ المكانة والمقام ومن حاز الكمالات هو مين؟ سيدنا محمد. لو سئل النصارى من سيدكم؟
مين؟ المسيح عليه السلام. اليهود سيدنا موسى. فالسيد يعني الذي له ايه؟ الكمالات والرتب العالية. فيقال هذا سيد قومه، يعني هو الرجل الذي يرجعون إليه ويستشيرونه في الأمور المهمة، هو صاحب الأمر والنهي، كلمته نافذة، فيقال هذا سيد. ولذلك في القرآن كده قالوا ربنا أطعنا سادتنا، وفي سورة يوسف وألفيا سيدها لدى الباب. واضح؟ فهذا هو معنى السيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العالمين، هو سيد الكونين والثقلين، هو سيد الناس جميعا يوم القيامة. ومحمد بدل من سيدنا. لا، بالرفع أحسن. ومحمد بدل من سيدنا، بس هتبقى هنا يعني هيبقى على القطع هنا، انما على البدليه هتبقى محمد كما قلت. يعني ان قلتها على القطع والرفع اولى، حتى لا يكون اسمه صلى الله عليه وسلم مخفوضا، فنخليها على الرفع، فنقول صلى الله على سيدنا محمد، يكون على القطع. وان كانت على البدل تبقى محمد، وهو علم، وهو علم منقول باسم مفعول مضاعف، يعني في اسم مفعول مضعف، مضعف يعني مشدد مثقل، وفي اسم مفعول مخفف. هات لي كده، هات اسم المفعول الايه، احنا هذا هو المضعف. طب والمخفف؟ محمود. فمحمود وايه ومحمد، فهذا اسم مفعول. طب واسم الفاعل؟ حامد. يبقى محمد اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اسم مفعول بس مضعف. ما معنى مضعف؟ يعني مشدد، لأن الميم مشددة محمد، فمعنى مضعف يعني مشدد. فأنت بتقول محمد، إذا أردت التخفيف هتقول محمود. فمحمود مفعول بس لكنه طب أيهما أحسن في التسمية، محمود ولا محمد؟ طب ليه؟ لأنه هذا مضعف، يعني الحمد كثير، تضعيف زي ما يقول قطع وقطع، وتقول مثلا عالم وعلام، فيبقى فيها كثرة حمد وفيها زيادة المضعف، فلأجل هذا اسمه محمد. واسمه أحمد، أحمد بس أفعل تفضيل. يعني ما معنى اسمه محمد؟ يعني الذي يكثر الناس حمده مرة بعد مرة، يعني حمده يعني الثناء عليه وتعظيمه مرة بعد مرة، فهو كثير المحامد. ومحمود، بس هذا ليس فيها معنى الإكثار، وإنما هو محمود ولو كان مرة واحدة. إنما حامد هذا معناه هو الذي يحمد، أحمد معناها أكثر الناس حمدا. شوف الفرق بين أحمد ومحمد ومحمود وحامد، وكلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. طب في سؤال، سيدنا عيسى في القرآن قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد، اسمه أحمد، لماذا لم يسميه بمحمد؟ شو كده في القرآن اسمه محمد، محمد رسول الله، سيدنا عيسى قال اسمه أحمد، لأنه معنى محمد يعني الذي يكثر الناس حمده. ومتى يكثر الناس حمده؟ إذا وجد، إذا بعث، إذا عرفوه، أما قبل وجوده فكيف يحمدونه ولا يعرفونه؟ فاسمه محمد متوقف على ظهوره في الدنيا، أما اسمه أحمد باعتبار علم الله، أن الله علم أنه أكثر الناس حمدا له فسماه في الكتب السابقة أحمد. يبقى لا ينفع نسميه محمد قبل وجوده،
لأن المعنى هنا قلنا معنى محمد أن الناس يحمدونه، ومعنى يحمدونه أنه بعث وظهر وعرفوه، وعرفوا صفاته، وعرفوا أنه على مكارم الأخلاق. أما قبل وجوده يعني قبل ظهوره يسمى إيه؟ أحمد، مفهوم؟ ومبشرا برسول يأتي. سؤال ثاني، لماذا قال ومبشرا برسول ولم يقل بنبي؟ لأن نبوته صلى الله عليه وسلم متقدمة على الرسالة، متقدمة، كان نبيا وآدم بين الروح والجسد. أما اللي حيأتي من بعد اللي هو الرسول، لكن النبوة كانت قبله، وآدم منجدل في قينته. وهو قال ومبشرا لم يقل برسول، فقال يأتي من بعدي. يبقى إيه اللي حيأتي من بعده؟ الرسالة مش النبوة، النبوة كانت قبله. وهو علم منقول من اسم مفعول مضاعف. عرفت اسم مفعول المضاعف؟ ما معنى المضاعف؟ سمي به، ها؟ يعني سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لكثرة خصاله المحمودة، فالناس يحمدونه يعني يذكرونه بالمحامد. حتى في الجاهلية قبل البعثة كانوا يقولوا عليه الصادق الأمين، وهذا نوع من الايه؟ من حمده والثناء عليه، يعني ما ذموه ولا عابوه في الجاهلية، بل كانوا يذكرونه بالمحامد. فإن قلت ما بال المصنف رحمه الله تعالى لم يأتي بالحمد بعد البسملة في المقدمات، فالجواب يحتمل أن يكون حمد الله في نفسه عند ابتدائه. يعني احنا بنقول كده في روايتين، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله في رواية بالحمد لله. فأهل العلم وفي الأزهر الشريف يقول لك نجمع بين الروايتين، فيقولون في البعض يقول لك أصل حديث البسملة ده حسن وصحيح، وحديث الحمدلة حديث صحيح. فالبعض ما يقولش إيه بسم الله، أو ما يبدأ يقول الحمد لله، لأنه حديث الحمدلة صحيح، لكن ده ليس عليه العمل. وهو الإمام مالك بدأ الموطأ بالبسملة، الإمام الشافعي في الرسالة بدأ بالبسملة، والعمل على إيه؟ على حديث البسملة، وإن كان إيه فيه ضعف أو كان حسن، وليس العمل على حديث الحمدلة وإن كان صحيحا. ففي حاجة إيه يقول لك عليه العمل، تلقته الأمة بالقبول حتى وإن كان في ضعف، لكن عمل الناس عليه. فالبعض أراد أن يخرج من هذا الخلاف فقال نجمع، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فيكون أتى بالحسنين وشرب من الكأسين، وهم الكأسين وكأس وكأس، بس أنا لا أشرب من هذا لأنه سكر كثير جدا، وأنا السكر عندي يعني في حكم العدم نادر. فالمهم احنا كنا نقول ايه؟ فإن قلت ما بال المصنف يعني لماذا لم يأتي بالحمدلة كما هو عادة، يعني هو قال بسم الله وبعدين صلى على النبي. فالشيخ السرقسطي بيقول ايه؟ ومن قال لكم انه لم يقل الحمد لله؟ يا اخي في احتمال، خليك حسن الظن، يمكن يكون حمد الله في نفسه. يعني انت بتقول لم يأتي بالايه؟ بالحمدلة، مش في احتمال يكون حمد الله في ايه؟ في نفسه، او استغنى عنه يعني عن ذكر الحمد بالبسملة، اذ المقصود الثناء على الله تعالى وهو حاصل بها، فيكون في البسملة فيها المعنيان الحمد فيها الاثنين، لانه المقصود الثناء وهو موجود في البسملة، لأن البسملة فيها ثناء، فنقول الرحمن الرحيم، وهذا ثناء مدح لله يعني. فهذا هو جواب مين؟ ها؟ جواب الشيخ السرقسطي، بيقول
إذا اعترض أحد وقال إن الشارح اللي هو الإمام السنوسي لم يقل إيه؟ ها؟ بعد بسم الله ما قال الحمد لله، فقال يحتمل أنه إيه؟ ها؟ قالها في نفسه، أو استغنى بالبسملة عنها، لأن البسملة متضمنة لإيه؟ للثناء. فاكرين زي مرة حصل إيه؟ واحد يجلس مع هارون الرشيد أو مع بعض الأمراء، ومعروف إنه إذا عطس في عطاس ماذا تقول عند الله؟ الحمد لله. والذي يسمعك ها تشميت ليه؟ تشميت العاطس. فهذا كان جالس، كان رجل من أهل العلم ولا يجامل. فالملك أو الأمير عطس لكن نسي أن يقول إيه؟ الحمد لله، ما قالها. فنظر إلى الشيخ وقال له لماذا لم تشمتني؟ المفروض عند العطاس تقول لي إيه؟ فقال لأنك لم تحمد الله. قال له وما يدريك لعلي حمدت الله في نفسي. قال له وما يدريك لقد شمتك في نفسي. هذا أنا، مش أنت قلت لنفسك وأنا شمتك؟ أنا قلت في نفسي يرحمك الله. فمثل هذا، فإن قلت كان ينبغي للمصنف أن يتشهد، يعني لماذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، زي خطبة الجمعة الشهادة، يتشهد يعني يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. يعني كلمة يتشهد يعني مش التشهد اللي هو في ختام الصلاة، التشهد يعني يذكر الإيه؟ الشهادتين. لخبر أبي داود كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. فالجواب لعله برضو نفس الإيه؟ ها؟ نفس لعله تشهد لفظا، يعني قال الشهادتين في نفسه أو لفظها ولم يكتبها اختصارا، أو بأن الحديث اللي هو فيه كل خطبة ليس فيها تشهد هذا في خطبة النكاح لا في الكتب والرسائل، بدليل ذكره يعني أبو داود له في كتاب ليه النكاح. في بعد كده الكلام في الحمد والشكر، ولكن يعني يحسن إيه الوقوف هنا حتى تكون الهمة يعني مقبلة على التحصيل، ونكمل إن شاء الله في نفس اليوم يوم الثلاثاء إن شاء الله، ونسرع يعني، بس تعالوا إيه بكر بعد ونختم بالصلاة على سيدنا رسول الله. صلي أفضل صلاة على ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون. الله ثلاث مرات على صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله أعلم. صلى الله. لو في أي حاجة فيما شرح غير واضحة اسأل. سيد، هناك فرق بين القديم والأزلي؟
هناك فرق قولان، هناك قولان القديم والأزل، قيل إنهما مترادفان، فكل قديم أزلي وكل أزلي قديم، خلاص كده. هذا قول. القول الثاني أن القديم غير الأزلي. القديم إيه الفرق؟ أنه كل أزلي قديم وليس العكس. بالك في قول مترادفان، يعني كل قديم إيه أزلي، كل أزلي قديم. قول الثاني كل أزلي قديم وليس يبقى الأزلي ما لا أول له، الأزلي أعم، ما لا أول له وجودا كان أو عدم. أما القديم ما لا أول له وجودا فقط، فيكون كل أزلي قديم وليس كل قديم أزلي. أما على الأول فهما إيه مترادفان. خلاص فضل. ما فهمت السؤال وما سمعته. النعمة لها جمعين. لها جمعان مش جمعين. انت بترفع بالياء، هل الرفع عندك بالياء ولا بالايه بالالف المثنى؟ يرفع بالايه بالالف وينصب ويجر بالايه بالياء، هذا هو المثنى. وانا مش هشرح لك نحو وصرف وبلاغه. قول. النعم والانعام ليه؟ النعم والانعام. النعم وايه؟ ما الفرق بين الانعام والنعم؟ اصل في جمع قله وفي جمع كثره، الجموع مش واحده. الجموع رغيفه ارغفه خلاص ورغفان. الجموع في تكسير وفي جمع سلامة وفي ملحق بالجمع وفي جمع قلة. يعني مثلا شهر جمع ايه؟ ان عدة الشهور، ها الحج اشهر مش شهور، او ده جمع وده جمع، بس هذا جمع قلة والثاني جمع ايه كثرة. مفهوم؟ ها خلاص. لا لا انا اسال سؤال. ها علماء، علماء جمع ولا مفرد؟ علماء ايه المفرد؟ ها عليم مش عالم. يبقى مفرد علماء. طيب شهداء مفردها ايه؟ شهيد وليس شاهد. فهمت كده؟ يبقى شهداء جمع، المفرد شهيد كده. فرجل وامرأتان فاستشهدوا شهيدين، شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأة من الشهداء. يبقى إذن شهداء جمع ايه؟ شهيد. وعلماء جمع عليم. ليه؟ لأنه فاعل لا يجمع على هذا. في كتاب في اللغة العربية كويس، يعني في اللغة العربية فيه النحو والصرف، وكتاب صغير زي كده يعني هذا أولى، مختصر ومفيد، اسمه قواعد اللغة العربية، فيه النحو والصرف والبلاغة، في كتاب صغير وأفضل من المطولات، اسمه قواعد، مؤلفين وخمسة من فيهم الشيخ الإمبابي شيخ الأزهر وش حفني ناصف، اسمه كده قواعد اللغة العربية. ده يعني صغير. في حد معاك في الكتاب؟ هو في هذا الحجم بس أطول شيء، يمكن أوراقه قليلة. وفيه اللغة العربية معظم ما تحتاج إليه من إيه؟ من اللغة، اسمه قواعد اللغة الإيه؟ العربية. في النحو والصرف وتصاريف الأفعال، وفيه البلاغة، وفيه قواعد مهمة، وهو كتاب مختصر. ومؤلفين خمسة منهم حفني ناصف والشيخ الإمبابي ومش عارف مين تاني من فضائح الأهل اللغة. وكنا نشتريه الكتاب ده زمان بثلاثة جنيهات، قد يكون الآن وصل ستة. الله أعلم. في أسئلة أخرى؟
وفي باجو ابتداء بالبسمة هو ابتداء حقيقي ابتداء بالحمد لله. يعني هذا يقال في الجمع، يعني إذا جمعت بينه، والحديث بيقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، دي الرواية، في رواية أخرى بالحمد لله. فالذين جمعوا بينهما قالوا يكون الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، والابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي، وشرحوا الفرق بين الحقيقي والإضافي، فقالوا الحقيقي الذي لم يتقدمه شيء، والإضافي هو الذي تقدمه شيء، فيكون البسملة والحمدلة فيهما ابتداء، ولكن أحدهما حقيقي والآخر إيه؟ إضافي. فهذا هو إيه؟ الجمع بينهما، نبدأ بهما، فتكون البسملة مبدوء بها والحمدلة مبدوء بها، ولكن في البسملة ابتداء حقيقي وفي الحمدلة ابتداء إيه؟ وهكذا يقال في الصلاة على رسول الله ابتداء إضافي، لأن الإضافي هو الذي تقدم أمام المطلوب وسبقه غيره، أما الحقيقي هو الذي تقدم أمام المطلوب ولم يسبقه غيره. طب كفاية يا الله. هذا القلول عندي لا أحمل الكتاب ذهابا وإيابا.